اليوم احنا في لقاء في الجهة، لقاء مع رئاسة المجلس الأستاذ عبد اللطيف معزوز، التداول في موضوع ديال التنمية المحلية وفرص الاستثمار، وكناخذوا الجهة جهة الدار البيضاء كجهة نموذجية. بالطبع الدار البيضاء هي كبيرة بتاريخها وكبيرة كذلك بسكانها، وحنا عندنا رغبة أن نتعرفوا شنو المشاريع الجديدة، وخصوصا بغينا نتعرفوا كذلك على الدور الجديد ديال الجماعات الترابية والاختصاصات ديالها، لأن كنعرفوا بأن الجهة عندها دور أساسي في التنمية. فهذا الشيء هذا هو الموضوع ديال التداول ديالنا. كان واحد اللقاء ممتاز مع رئيس الجهة عبد اللطيف معزوز اللي كانت قدمته جمعية التواصل للمنتدى ولا متطلعات المغرب ديال 2030. فعلا السي معزوز اقترح بزاف ديال على مغربة العالم بالنسبة شنو يمكن الجهة تعطي لمغربة العالم. اهضر على الإطار القانوني ديال الميثاق ديال الاستثمار، هضر على الاستثمار في الماء، هضر على الاستثمار في العقار لي بي ام، يعني كاين بزاف الفرص ديال الاستثمار في الجهة. ولكن المتدخلين ركزوا على ان يعني كاين واحد العراقيل ديال الاستثمار في المغرب بالنسبه فاش كيبغيو يستثمروا. هناك يعني ما داك الميثاق ديال الاستثمار ما محيينش، كاين عراقيل اللي كتجعل مغاربه العالم شويه ما كيقدروش انه يستثمروا بواحد الاستثمار اللي ماشي كبير بزاف، ولكن الاستثمار على حسب القدرات ديال مغاربه العالم. وكان من بين المسائل اللي طرحوها الاخوان، طرحت واحد الاخت من بلجيكا ان يجب تاسيس خليه ديال مغاربه العالم اللي تتنسق مع الجهه. كذلك اقترحنا من امريكا ان خاص تكون الجنه ديال مغاربه العالم والاستثمار كما هي في جهات اخرى بالمملكه. وعلى العموم كان لقاء ممتاز، وكان يعني كبدايه المنتدى ديال اللي غيكون فيه 3 ايام كانت يعني نقطة إيجابية بالنسبة للجهة في مغاربة العالم.